دلوقتي هنتكلم عن الامبورت والاكسبورت جوه فلاش. الاول حاجه ممكن نتكلم عليها اللي هي امبورت. امبورت جوه فلاش، فلاش اصلا برنامج بتاع اديتنج، فيكتور اديتنج، زي ما اتكلمنا في اول شابتر او اول جزء كنا بنتكلم فيه اللي هو الفيكتور والبيت ماب. طيب فلاش بيقدر فعلا يتعامل مع البيت ماب رغم ان هو فيكتور بيست اديتنج بروجرام. عشان نتعامل مع البيت ماب نعملها امبورت، يعني نجيبها من مكان تاني ندخلها جوه فلاش. من قائمه فايل امبورت، امبورت تو ستيج. امبورت تو ستيج هيجيب الملف بتاعنا اللي احنا عايزينه، تمام. الملفات دي موجوده جوه ماي دوكيمنت عندك لو انت بترن اكس بي. لو مش عندك اي ملفات بيت ماب عندك، دور عليها واشتغل بيها. ما بنعملش حاجه سبيسيفيك لتاسك معين. هاخد مثلا بلو هيلز دي، تمام، واقول له اوبن. بلو هيلز دي صوره بيت ماب زي ما انت شايف التايب بتاعها مكتوب عليه بيت ماب، وهنا مكتوب بيت ماب، تمام. والمساحه بتاعتها الويت بتاعها 192 والهايت بتاعها 144. ده الحجم اللي هو عمل لها امبورت بي، تمام. زي ما انت شايف انا حاطط لي نسخه هنا على الستيج وحاطط لي نسخه في اللايبرري. البيت ماب بمجرد ما بنعملها امبورت عايزين نعدل حجمها. عشان نعدل حجمها السكيو اللي هو الفري ترانسفورم تول، تمام، كليك عليها خدها، تمام، خد الحواف وابتدي جر لحد ما توصل لحجم معين، الحجم اللي انت عايزه، اوكي. لو بتعمل كده هتلاقيه بيكبرها ويصغرها من كل ناحيه. يعني لو انت بتعمل كده زي ما انت شايف ان هو بيجيب الحرف اليمين معاك، ولو بتوسع بيجيب الحرف الشمال معاك. طيب هنا عشان تقدر تتحكم في ايمج كويس حركها من النواحي اللي هي حواف البوكس مش من النص، تمام. كده اقرب حاجه ان انا اخليها في مساحه الكانفاس بتاعي. السنتر اللي في النص دي، تمام، دي حاجه مرتبطه بالتحريك. يعني لو عملت دراج للسنتر دي لهنا كده وابتديت اسحب، انا بسحب حوالين السنتر، تمام. يعني لو حواليك تجربه تانية كده صغيره، بص انا بحرك حوالين السنتر، خليك فاكر دي عشان هتحتاجها كتير لما تبتدي تعمل جرافيك. انا بس يعني شيء بشيء يذكر ان انا جبت الدايره دي في مكانها، لكن هي الاصل بتاعها هنا. نرجع لحكايه الامبورت. اول حاجه بدل احنا عملنا امبورت للبيت ماب، اصلا فلاش التفوق بتاعه والقدره بتاعته ان هو ياخد الحاجه يعملها كومبريشن، يضغطها. فالكومبريشن بتاع الفايل سايز حاجه مهمه جدا في انتاجك. يعني لما تخلص شغل كويس جدا وتفاجئ ان حجمه ما ينفعش يتحط على ويب سايت. يعني انت عملت برزنتيشن حلو قوي 25 صفحه مثلا او 15 صفحه، تمام، وفوجئت ان الحجم بتاعها 10 ميجا. 10 ميجا يتحطوا على ويب سايت عشان اقول لواحد 15 صفحه، ما هم لو تكست هياخدوا 300 كي، يعني واحد على 30 من المساحه اللي انت عاملها. طيب الفلاش بيعرف يكمبرس البيت ماب، و بيعرف يتعامل معاها كويس بحيث ان انت لما بتعمل كومبايل، يعني كنترول وانتر كده، تمام، المساحه دي هيتعمل لها كومبريشن، تمام، جوه المساحه بتاعه الفيوينج بتاعتك. زي ما انت شايف انا هكبرها كده وهعمل زوم ان. زي ما انت شايف هو ابتدى يقلل الريزولوشن هنا شويه لان هو عمل كومبريشن بنسبه حوالي 80%. اوكي، لو هاجي على الصوره الاصليه هي مش حلوه قوي، بس تعالى نزوم ونشوف ايه اللي بيحصل. برضو الصوره الاصليه مش حلوه قوي، لكن لو كنت بتتعامل مع صوره تفاصيلها كتير الكومبريشن بتاعها هيفرق قوي. طيب عشان نقلل الكومبريشن، نزود قصدي الكومبريشن بتاع الصوره ونقلل الفايل سايز، لو انت عندك ملفات عايز تغير الفايل سايز بتاعهم، اول حاجه ان انت تكليك على
علامة التعجب اللي تحت دي، تمام، هيديك اسم الفايل اللي هو بلو هيلز، وان هو جاي من دوكيمنت اند سيتنجز واليوزر دوكيمنت، يعني هيبقى جاي من عندك، وان هو مساحته 800 بيكسل 32 بت. الاو سموثينج دي بتنعم الصوره شويه، تمام. لو عملت الاو سموثينج وهقول له تيست، تمام، وحضرتك كده ده السموثينج اللي هو عمله لها، تمام. هشيل الاو سموثينج وهقول له تيست تاني، اوكي، كده هيبقى شال السموثينج. الكومبريشن، الجزء بتاع الكومبريشن ده جزء مهم اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الكومبريشن انت عايز اضغطها لك كجي بي جي، جي بي اي جي، ولا لوسلس بي ان جي او جيف. لو انت عامل امبورت لبيت ماب خليك دايما مع الجي بي جي، تمام. لو عامل امبورت لحاجه مثلا لوجو او حاجه يعني فيها ثلاث الوان بالكتير، عباره عن تكست مكتوب مثلا زي التكست مثلا صغير قوي، لوجو بتاع اي حاجه، ليبل بتاعت اي حاجه، وبتعملها امبورت بدل ثلاث الوان اربع الوان، ومش مش مش مسيحين على بعض زي الصوره دي، هي كل حاجه محدده، خليك فلوسلس، تمام. لوسلس هتديك كومبريشن كويس قوي، تمام. هقول له اوكي، تمام، وهصغر دي للحجم بتاعها، اقول له شو اول، واوريك حاجه ثانيه. البيت ماب احنا نقدر نعمل لها كنترول وبي، ومجرد ما عملت لها كنترول وبي بقت كده مش بيت ماب، وزي ما انت شايف ان هو طير لي الجزء اللي فوق، تمام. لما بعمل كنترول وبي انا اقدر اقتص منها شويه، تمام، يعني اقدر اصغر المساحه بتاعتها شويه، تمام، واشيل الجزء اللي انا مش عايزه منها، تمام. بعد ما بخلص يفضل ان انت بعد ما بتخلص الحركه اللي انا عملتها اللي هي بتاعت كنترول وبي دي، ان انت تكليك على الايمج بتاعتك وتعمل لها كنترول وجي تاني، عشان لو هي معموله كنترول وبي، تمام، وبتيجي تسحب في حته، بص ايه اللي بيحصل، بيحاول ان هو يعوض الفرق اللي ناقص بايه، بان هو يكمل الصوره. وزي ما انت شايف بقى هو عامل لي الفيل بيت ماب، الفيل بالبيت ماب نفسها، تمام. اهي تاني تفاجئ ان هو بيجيب الحرف اليمين يكمله من هنا، يعني ده بقى هو ده. فخد بالك انت يمكن تضطر ان انت تعدل في 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 فلاش، بس الافضل لو هتعدل صور ان انت تجيبها اصلا خالصه من فوتوشوب، بس يعني الامر لازم ان انت تشوفه ولازم تعرفه، يمكن تحتاج تغير حاجه صغيره. طيب هشيل دي كده، املها ديليت، وهاجي على الامبورت تاني، امبورت تو لايبرري. امبورت تو لايبرري حاجه ظريفه جدا لو انت عايز تتعامل مع اكتر من حاجه وعايز تتعامل معاهم مع بعض. اوكي، بقت عندي جوه اللايبرري بتاعتي بلو هيل و الصوره الثانيه اللي هي سينث او ووتر ليليز ووتر، تمام. ممكن تجيب كل واحده فيهم على الستيج وتبتدي تعدلها او تعمل فيها اللي انت عايزه، تمام. هنكمل الامبورت في الدرس الجاي.